شاشة واحدة يا جماعة كده. تمام، بتقول شاشة واحدة. طيب احنا المرة اللي فاتت يا جماعة اتكلمنا على بعض القوانين او بعض الـ definitions المختلفة للحاجات اللي ان شاء الله هنستخدمها في الإدارة، في حساب الإدارة. الحاجات اللي فاتت ده كانت نظري، ان شاء الله النهاردة هنتعرض للقوانين المستخدمة في حساب الإدارة. القوانين ده في تفاصيل هتطبق ان شاء الله على جامبل شيت. الشابتر الاولاني لو بتكلم عن الإدارة ل 2 شيت. أول شيت إن شاء الله يتحل النهارده بإذن الله بالقوانين اللي إحنا هنقولها النهارده. يعني كل شيت هم قوانين ثلاثة كده هنشتغل بيهم النهارده إن شاء الله يحلوا أول شيت. بإذن الله تعالى يا شمسين هيبدأ معاكم المهندس مصطفى والمهندس عبد الرحمن في الشتات والأسبوع ده على طول إن شاء الله. اتكلمنا المره اللي فاتت يا شمسين على اول حاجه خدناها اللي هي الفلكس او اليومنز فلكس. قلنا اليومنز فلكس هو عباره عن كميه الضوء اللي صار من مصدر معين كشاف معين خلال ايه؟ خلال ثانيه. فاحنا عرفناه يا شمسين ان هو كميه الطاقه الضوئيه المنبعثه خلال ثانيه من مصدر ايه؟ من مصدر مشع او مصدر ضوء. وعرفناها بالرمز اف، وقلنا التقاس بحاجه اسمها الايه؟ اليومنز. يبقى التعريف بتاع اي سورس او اي مصدر او اي كشاف عندك ان شاء الله بعد كده هو بيعرف الايه؟ اليومنز. يقول لك الكشاف ده او اللمبه ده لها كام اليومنز. طيب الحاجه الثانيه اللي خدناها اللي هو خدنا اليومنز تيست. اليومنز ايه؟ انتنست. لحظة يا جماعة بس على الموبايل ده اسمكم. ألو؟ طيب شباب كده؟ الحمد لله تمام. أهلا بشمهندس مصطفى. المحاضرة فيها اليومنز. لا أنا في المحاضرة حالا. أنا شغال حالا في المحاضرة. لو واحد زيكم بقى بيسال ان في محاضره ولا لا عندكم الدفعه يعني. ماشي يا جماعه. الحاجه الثانيه اللي خدناها اليومنز انتنستي اللي هي بسميها الرامز اي، وده قلنا بيساوي مقدار اليومنز فلكس على السوليد انجل، وكان بيقاس بحاجه اسمها الايه؟ ليومنز بيرستريديانز او سميناها الكاندل او الكاندل باور. يبقى السي دي اللي هو اختصار للكاندل باور او الكانديلا ده يقاس الوحده بتاعه اليومنز انتنست. النهارده ان شاء الله هنستخدم يا دكتور. نعم بس دقيقة واحدة بس مصطفى، دقيقة واحدة. الطلبة مفروضة في ميتنج. خلاص اوكي يا فندم، هستنى دقيقة كمان.
محمد سيد اقفل المايك يا محمد سيد. خلاص يا جماعة أبدأ. لو سمحت يا دكتور. نعم يا دكتور، حضرتك المحاضرة لنا كمية نظر كبيرة جدا، ودي لسه أول محاضرة، لسه في محاضرات بعد كده، ولسه بعد الميد ترم هنا هيخش الدنيا هتبقى صعبة. أنا مش فاهم أنت عايز إيه هندسة يا دكتور. كمية النظر الكبيرة حصلت ده كله إزاي؟ كمية النظري؟ أيوة يا دكتور كتيرة جدا. أنا النهارده مفيش نظر. تمام. النظر كله في المحاضرة اللي فاتت شوية تعريفات، تمام؟ النهارده إن شاء الله هتاخد فرضين ثلاثة هتحل بيهم كل الشيت الأولاني. تمام. وهناخد بعض الأمثلة. تمام يا دكتور. ماشي هندسة؟ تمام شكرا يا دكتور. هو النظر يا جماعه يبقى غصب عننا ان في بعض التعريفات لازم كمهندس يبقى عارف هي عباره عن انما الاساس في الماده هو او الشابتر الاولاني يعني هو ازاي يعمل ديزاين لاضاءه صح لمكان معين حسب نوع المكان. تمام. هنبدا ان شاء الله بالمحاضره اللي جايه باذن الله نبدا نشوف ازاي بعمل ديزاين للاضاءه لمكان معين. قوانين الديزاين عباره عن او السيكونس بتاع ان انا اعمل ديزاين هو عباره عن طبعا كل الناس يا جماعه كانت بتستخدم عمليه الديزاين في حسابات الاضاءه بالبرنامج بتاع التايمز. كانت كل اللي بتعمله انها بتعمل ايه يا جماعه؟ انها بتدخل له اللكس المطلوب في المكان والابعاد بتاعت المكان طول والعرض بتاع المكان والارتفاع اللي هو المسافه بين تثبيت اللايت سورس والورك بلين بتاعه وشويه معاملات مثلا بتختلف على حسب الالوان للسقف والروم والارضيات والكلام ده كله. وبعدين هو بيحسب لك عدد الكشافات وتوزيعها بناء على الكشاف اللي انت اخترته، يعني بتختار نوع كشاف معين تستخدمه وبعدين هو بيبدا يحسب لك عدد الكشافات المطلوبه والتوزيع بتاعت الكشافات ويقول لك اليونيفورمتي بتاعت المكان كام ويقول لك كمان البورا كيرف بتاع الكشاف ده عامل ازاي او توزيع الاضاءه في المكان ده عامل ازاي. ده طبعا كلنا كنا بنستخدمه البرنامج ده وده سهل جدا استخدامه، يعني لو اي حد جبته كده وقلت له برنامج 1 2 3 هيستخدمه حتى لو مش مهندس. احنا بقى السنه دي بقى عاوزين نعرف اساسيات البرنامج اتعمل ازاي، يعني بناء على ايه بيطلع الكلام ده، وهل الكلام ده مقبول ولا مش مقبول. فان شاء الله النهارده يا شمسين هناخد حساب الاضاءه او حساب شده الاضاءه اللي هي الاي عند نقطه معينه في مكان ما. طبعا احنا قلنا يا شمسين قبل كده زي ما قلت من شويه في اول المحاضره يعني ان احنا خدنا المره اللي فاتت شويه تعريفات نظر. كان من ضمن اول تعريف اليومنز فلكس. اليومنز فلكس رمزنا له بالرمز اف او فار. كان هو بيعبر لي عن القيمه او كميه التوتال فلكس المنبعث خلال ثانيه من جسم مشع او جسم لامع او سورس مصدر الضوء عندك يعني وبيقاس باليومن. وقلنا يا شمسين بعد كده في حاجه اسمها اليومن في الليستنج ورمزناها بالرمز اي وده كان بيساوي
قيمه الهيومنز في الضغط اللي عندي على السوليد انجل، وكان بيقاس بحاجه اسمها الكاند ايه الكاند باور. الكشاف اللي عندنا او المصدر بتاع الضوء يا اما يعرف بالكاند باور كام، يا اما يعرف بالهيومنز كام. يبقى اي كشاف او اي لمبه او اي سورس للاضاءه عندك بتستخدمه بيعرف يا اما بالهيومنز يا اما بالكاندل ايه بالكاندل باور. طيب لو انا دلوقتي يا باشمهندسين في مكان معين كده وقلت لك والله يا باشمهندس انا عايزك تحسب لي شده الاضاءه هنا بكام، هتعمل ايه؟ طبعا الحل المتبع وكل الناس عارفاه، بتجيب جهاز اللاكس ميتر تمام وتحطه ويطلع لك قيمه اللاكس في المكان ده بيساوي كام. طب احنا بقى مش عاوزين نستخدم اللاكس ميتر، احنا دلوقتي كمهندسين عايزين نستخدم الحسابات والقوانين اللي خلناها بتاعت الاضاءه علشان احسب شده الاضاءه عند مكان معين. طيب احنا طبعا يا باشمهندسين عارفين ان شده الاضاءه تتناسب تناسب طردي مع قيمه الليومز او قيمه الكاندل باور بتاعت السورس. يبقى انا لو عندي كشاف او عندي لمبه او عندي مصدر للسورس، قيمه شده الاضاءه او الاي تتناسب طرديا مع اللكس او مع قيمه الليومنز بتاع الكشاف او الكاندل باور بتاع الكشاف. طب الحاجه الثانيه ان قيمه شده الاضاءه اللي هي الاي تتناسب عكسي مع مربع المسافه بين السورس اللي عندك وبين النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها شدة الإضاءة. طب بالبلد كده يا باشمهندسين، لو أنا عندي الكشاف متثبت في نص الغرفة اللي أنت فيها مثلا، تمام؟ هل شدة الإضاءة تحت الكشاف مباشرة زي شدة الإضاءة في الركن بتاع الأوضة اللي عندك؟ طبعا لا. فبالتالي شدة الإضاءة تتناسب عكسي مع مربع المسافة بين الكشاف أو السورس اللي عندك وبين النقطة اللي أنا عايز أحسب بيها شدة الإضاءة. مش بس كده يا باشمهندسين، هل حضرتك الشعاع أو الفلكس أو اليومنز الفلكس اللي طالع من الكشاف عمودي على المساحة اللي عندك ولا عامل زاوية معينة؟ طبعا ده برضه بأثر على مين؟ بأثر على شدة الإضاءة للمكان اللي عندك. فشدة الإضاءة يا باشمهندسين تتناسب تناسب طردي مع الكاندل باور أو الفلكس اليومنز بتاع الكشاف، وتتناسب عكسي مع مربع المسافة بين الكشاف وبين النقطة اللي عايز أحسب عندها شدة الإضاءة، وكوزين الزاوية كوزين الزاوية بين الشعاع بتاع الكشاف اللي نازل على النقطه اللي عندك والخط الايه والخط الراسي. الكلام ده المفروض القانون ده كده ايه اثبات، احنا مش هندخل في اثبات القانون، هنستخدم القانون مباشره. فلو انا جيت بالشكل اللي عندنا ده شمسين وده السورس اللي عندي او الكشاف اللي عندي، لو في مسافه هنا اكس ومسافه هنا 2 اكس وهنا 3 اكس وهكذا، طبعا هلاقي شده الاضاءه هنا غير هنا غير هنا. تعتمد على مين؟ تعتمد على قيمه الكاندل باور بتاعت الكشاف بتساوي كام؟ وتعتمد على المسافه هنا بتساوي كام؟ فلو كانت المسافه هنا اكس يبقى اذا شده الاضاءه هنا تتناسب عكس مع مين؟ مع الاكس تربيع. طب هنا 2 اكس يبقى تتناسب عكس مع 2 اكس لكل تربيع. طب 3 اكس يبقى 3 اكس لكل ايه؟ لكل تربيع. يبقى كل ما بعدت عن مصدر الضوء كل ما شدة الإضاءة قلت. طيب الحاجة الثانية يا باشمهندسين، لو أنا عندي الحالة الوضع الأولاني أي كان الشعاع اللي عندي عمودي على السطح بتاعنا، فبالتالي شدة الإضاءة شدة الإضاءة اللي عندي هتساوي الكاندل باور على مربع المسافة اللي هنا. طيب لو الشعاع بقى نفسه عمل زاوية مع السطح، أو أنا جيت عملت زاوية للسطح مع الشعاع مقدارها كام؟ مقدارها سيتا. فبالتالي شدة الإضاءة على السطح أو على نقطة معينة على السطح اللي عندك في الحالة 2 تختلف عن الحالة الأولى. تعتمد على مين؟ تعتمد على كوزين الزاوية بين الشعاع السقط اللي عندك وبين
المحور الرأسي بتاع النقطة اللي أنا عايز أجيب عن ديه شدة الإضاءة. وبالتالي أقدر في الحالة دي أقول إن لو كان شدة الإضاءة عند الحالة الأولى هي عبارة عن قيمة الفلكس على الأريا أو الكاندل باور على المسافة التربيع، هي نفس القانونين اللي احنا عندنا في شدة الإضاءة هي بتساوي الفاي على الأريا اللي هي باللكس اللي هي اليومنز بير متر سكوير، يا إما بتساوي الآي على مربع المسافة اللي عندنا. وبالتالي شدة الإضاءة عند النقطة آي كانت بتساوي الفاي على الأريا، إنما شدة الإضاءة لو السطح اللي عندي باب المنظر اللي هو عند البوزيشن رقم 2 هتساوي فاي في كوزين الزاوية على الأريا بتاعها. يبقى إذا في الحالة ده إن شدة الإضاءة في الحالة الثانية هتساوي شدة الإضاءة في الحالة الأولى مضروبة في مين؟ في كوزين الزاوية سيتا. وطبعا كل كوزين سيتا ما زادت كل شدة الإضاءة ما إيه؟ ما قلت. طيب هنعمل الكلام ده يا شمسين على شكل عندنا بالمنظر ده. أنا عندي دلوقتي اللون الأحمر ده هو ده السورس بتاع اللايت، ده الكشاف أو اللمبة اللي عند حضرتك. اللمبة دي بتثبتها على ارتفاع H من الورك بلين بتاعك، يبقى الورك بلين اللي عندي بتثبت عليه لمبة على ارتفاع مقداره H. وبالتالي ممكن احسب شدة الإضاءة عند النقطة B أو C أو D أو عند أي نقطة. أنا في الحالة دي برضو هفرض إن الكاندل باور للمكان كله متساوي، يعني توزيع الكاندل باور كله إيه؟ كله متساوي، يعني الكشاف اللي عنده حضرتك بيطلع كونستانت كاندل باور في كل الاتجاهات. أوكي يا جماعة كده؟ يبقى دي أول فرضية عندنا إن الأي ثابتة لكل إيه؟ في كل الاتجاهات بالنسبة للكشاف اللي عنده. لو تلاحظ حضرتك إن النقطة B هتبعد عن النقطة L اللي هي محور تثبيت الكشاف بمسافة مختارها L B، والشعاع اللي نازل من الكشاف أو الضوء اللي نازل من الكشاف على النقطة B بيعمل زاوية مختارها سيتا واحد مع المحور الإيه؟ الرأس اللي هي نفس سيتا واحد اللي هنا. خلاص ماليش دعوة مع السيتا اللي تحت، أنا ليا دعوة بسيتا واحد اللي هي بين الشعاع وبين حضرتك الخط الإيه؟ الرأسي. طيب نفس الكلام عند النقطة B عند النقطة C في المسافة بقت LC أكبر طبعا من LB، والشعاع نفسه عامل زاوية مقدارها سيتا 2 مع المحور الرأسي أو سيتا 2 اللي هي بين المسافة الرأسية لتثبيت الكشاف والشعاع بتاع الفلكس. نفس الكلام عند النقطة دي هتعمل زاوية كام سيتا وهيعمل طول مقداره LD. طيب دلوقتي يا شمسين احنا قلنا ان الاي اللي هي شدة الإضاءة عند نقطة معينة الصالون بتاعها هو عبارة عن الاي اللي هو الكاندل باور بتاع السورس على الار سكوير اللي هي المسافة بين السورس اللي عندك والنقطة اللي عايز احسب عندها شدة الإضاءة في كوزاين مين؟ كوزاين سيتا. طيب لو جينا كده نبص لحساب الإضاءة عند النقطة A، عند النقطة مين؟ A. عند النقطة A المسافة بين ال L وبين ال L وال A هي عبارة عن H، وبالتالي لما أقول إن شدة الإضاءة عند النقطة A هتساوي الكاندل باور على ال H سكوير، وال H سكوير ال H اللي هي عبارة عن المسافة بين النقطة L والنقطة A. طبعا حضرتك الزاوية بين الشعاع اللي نازل والمحور الرأسي هنا بكام؟ بزيرو، يبقى كوزاين زيرو بكام يا جماعه؟ بواحد. يبقى شده الاضاءه عند النقطه A هي عباره عن I على H سكوير، والاي ده يمثل الكاندل باور بتاع مين؟ بتاع السورس بتاعك. طيب لو انا عايز احسب شده الاضاءه عند النقطه B احسبها ازاي؟ برضه نفس الكلام يا جماعه، شده الاضاءه عند النقطه B هتساوي الكاندل باور بتاع الكشاف على ال L B سكوير في كوزاين سيتا واحد. طبعا سيتا واحد انا لها ايه؟ لها مقدار. طب سيتا واحد بتساوي ايه يا شمسين؟ اقدر احسب عندك الاتش معروفه وعندك
طول ده معروف، اقدر احسب مين؟ سيتا واحد بتساوي كام؟ او بطريقه ثانيه ممكن اجيب المسافه ال بي، ال بي بدلاله ال اتش، دلاله مين؟ ال اتش. احسب عند النقطه بي، قلنا ده كده ال اتش وده ال بي وده الزاويه مين؟ سيتا واحد. احنا قلنا يا جماعه ان الاي عند النقطه ايه هي عباره عن اي على اتش سكوير. طيب الاي عند النقطه بي اللي هي شده الاضاءة عند النقطه بي بتساوي كام؟ نفس القانون اي على المسافه تربيع وزايد سيتا واحد. طيب الاي ثابت، ال بي يا شمسين عباره عن المسافه ال بي ده هي عباره عن الاتش على كوزاين الزاويه، لان احنا عارفين طبعا ان الاتش ده هو عباره عن ال بي كوزاين ايه؟ كوزاين الزاويه. المثلث اللي عندنا مثلث فايم الزاويه عند النقطه ايه، وبالتالي الوتر بتاعنا عباره عن ال بي، وبالتالي اقدر احسب كوزاين سيتا واحد هي بتساوي الاتش على ال بي، يبقى ال بي هيساوي الاتش على كوزاين سيتا واحد. يبقى انا لو شلت ال بي ده من المعادله ده وحطيت قيمته، يبقى اذا الاي عند النقطه بي هي عباره عن الكاندل باور اللي عندي على ال بي سكوير، ال بي بتساوي اتش على كوزاين بي سيتا واحد، وبالتالي تبقى هنا على اتش تربيع كوزاين سيتا، كوزاين سيتا تربيع هتنضرب في مين؟ كوزاين سيتا واحد. يبقى بالتالي شده الاضاءه عند النقطه بي هي عباره عن الاي على الاتش تربيع كوزاين سيتا واحد تكعيب. يبقى ده القانون اللي انا هستخدمه. يبقى انا كده يا باشمهندسين بمعرفه الارتفاع اللي هو المسافه الراسيه بين نقطه تثبيت الكشاف والورك بلين بتاعك اللي هي الاتش والزاويه سيتا والكاندل باور بتاع الكشاف، اقدر احسب شده الاضاءه عن اي نقطه. يبقى اذا بالنسبه للنقطه بي هي الاي على اتش تربيع وده ثابت اللي هو يساوي شده الاضاءه عند النقطه اي، وده اكبر شده اضاءه عمودي لما تكون الشعاع اللي عندك عمودي على السطح بتاعك اللي هي الاي على الاتش سكوير مضروبه في كوزاين الزاويه تكعيب. كوزاين الزاويه ايه؟ تكعيب. طبعا كوزاين الزاويه تكعيب كوزاين سيتا دايما بتكون اقل من الواحد، فلما تتكعب هتكون اصغر بكتير جدا من الايه؟ من الواحد. وبالتالي حضرتك شده الاضاءه بتقل كل ما بعدت عن مصدر الضوء بتاعك. يبقى اذا يا باشمهندسين لو انا رجعت للشكل اللي فات ده كده، يبقى شده الاضاءه عند النقطه بي هي عباره عن الاي الكاندل باور بتاع الكشاف على الاتش سكوير مضروبه في كوزاين سيتا واحد تكعيب. وبالتالي شده الاضاءه عند النقطه سي برضه هتساوي الكاندل باور بتاع الكشاف على الاتش سكوير مضروبه في كوزاين سيتا 2 تكعيب. طب شده الاضاءه عند النقطه دي نفس الكلام، هي عباره عن الاي عن اتش تربيع في كوزاين سيتا 3 تكعيب. طبعا الكلام ده يا باشمهندسين لو انا عندي مصدر ضوء واحد بس موجود في المكان، وبالتالي شده الاضاءه عند A او B او C او D جايه من مين؟ من مصدر واحد بس. طب لو عندي اكتر من مصدر، لو عندي في مصدر تاني هنا، هيبقى عند النقطه A في شده اضاءه جايه من مصدر من اللمبه الاولانيه، وفي شده اضاءه جايه من A من اللمبه الثانيه، ونفس الكلام دي من السورس الاولاني ومن السورس الثاني، ونفس الكلام سي من السورس الاولاني ومن السورس الثاني، وهكذا. يبقى القانون بتاعنا مش مثير اللي هستخدمه علشان احل بيه تقريبا اكتر من دلتين المسائل في الشكل الاولاني، هو القانون ده، ان شده الاضاءه عند اي نقطه بتساوي الكاندل باور بتاع الكشاف على الاتش سكوير في كوزاين سيتا تكعيب. الاتش سكوير بيكون معطى في المساله، والكاندل باور بيكون معطى في المساله، والسيتا انا بحددها على حسب النقطة اللي أنا عايز فيها إيه؟ شدة الإضاءة. يبقى أنا بشوف شدة الإضاءة فين بالظبط، وبقدر أحسب سيتا بتساوي كام. ماشي معايا كده؟ القانون ده صعب؟ لو سمحت يا دكتور. اتفضل. هو ليه بنقول كوزاين تكعيب؟ ليه بقى كوزاين تكعيب؟ هو الأساس بتاعنا كان إيه يا باشمهندس؟ كان إن شدة الإضاءة عند النقطة B بتساوي الكاندل باور على مربع المسافة بين السورس وبين النقطة اللي عايز احسب عندها
شلت الاضاءه مضروبه في ايه؟ في كوزاين ثيتا. تمام؟ انا شلت ال بي ده اللي هي المسافه بين السورس اللي عندي وبين شده الاضاءه وبين النقطه وحطيتها بتساوي كام؟ اتش على كوزاين ثيتا من الرسمه اللي عندي يا باشمهندس. ان ال بي الوتر ده كده هو عباره عن اتش على مين؟ على كوزاين ثيتا. عشان عارف ان الاتش ده عباره عن ايه؟ ال بي كوزاين ثيتا. وبالتالي ال بي هيساوي الاتش على كوزاين ثيتا. شلت ال بي من المعادله اللي عندي وحطيت قيمتها اتش على كوزاين مين؟ ثيتا. وعلشان ده تربيع فبقت كوزاين ثيتا تربيع. هتطلع فوق تبقى كوزاين ثيتا تربيع في كوزاين ثيتا اصبحت كوزاين ثيتا ايه؟ تكعيب. تمام. وال ال بي خلاص ملهاش لازمه اصبحت دلاله مين؟ الاتش اللي هي المسافه الراسيه بين الورك بلين بتاعك وبين الكشاف او مصدر الضوء اللي عندك. وبالتالي شده الاضاءه عند اي نقطه هي عباره عن يعني اتش سكوير ده مقدار ثابت يمثل شده الاضاءه تحت الكشاف مباشره وده اكبر قيمه اللي هو اي على مين على اتش سكوير مضروب في ايه يا باشمهندس؟ في كوزاين ثيتا تكعيب. وثيتا بحددها ازاي؟ من الرسمه اللي كده. لو انا عندي ده الكشاف يبقى دي الزاويه ثيتا 1 بالنسبه للنقطه A B وده ثيتا 2 اللي هي نفس الثيتا 2 ده كده بالنسبه للنقطه C ثيتا 3 اللي هي ده كده بالنسبه للنقطه مين؟ للنقطه دي. يبقى انا اهم حاجه عندي في المساله اعرف الزوايا بتاعتي اجيبها ازاي صح. انما القانون بتاعنا هو ده يا شخصي. ان شده الانضاره عند اي نقطه يعني اتش سكوير في كوزاين ثيتا تكعيب. مش واضحين القوانين دي صعبه؟ لا تمام يا دكتور. مش نفس الكلام على النقطه سي. كل اللي اعمله بدل ما كانت كوزاين ثيتا 1 هتبقى كوزاين ثيتا كام؟ 2 اللي هي كانت هنا كده. عندنا عند النقطه دي هتبقى كوزاين ثيتا 3 تكعيب. يبقى ده لما اكون عايز احسب شده الاضاءه في نقطه معينه لمصدر ضوئي موجود في مكان معين. طيب ناخد مثال كده يا باشمهندس. ناخد مثال والناس اللي هتركز معاك الامثله دي لو سمحتوا علشان الامثله كتيره جدا. انا حضرتك اديتك ثلاث اربع امثله بس في المحاضره والكتاب موجود فيها امثله كتيره جدا بافكار متعدده. والكتاب برضو فيها مسائل كتيره. لان طبعا النقاش تفصيل الافكار فيها كتيره جدا فانت كل ما تحل مسائل كتير كل الافكار بتبقى عندك بعد كده سهل ان شاء الله. دكتور حضرتك هو الاثبات عليه؟ نعم؟ الاثبات عليه؟ لا الاثبات مش عليك، انت عليك تستخدم بس القانون وشرط. تمام اوكي شرط. ماشي يا جماعه كده؟ هو احنا ما قلناش اثبات يعني ما اعتبرش اثبات قلنا نظري كده. نشوف بقى المثال ده يا باشمهندس الناس تركز معايا. في عندك كوردور. الكوردور ده بيضاء أربع لمبات. الأربع لمبات المسافة بين كل لمبة والتانية 10 متر. خلي بالك عندك كام لمبة كده؟ عندك أربعة. وبين كل واحدة والتانية مسافة مقدارها كام؟ 10 متر. واللمبات اللي عندك متثبتة على ارتفاع 5 متر. ارتفاع كام؟ 5 متر من الفلور بتاعك. يبقى أنا يا باشمهندس أرسم الرسمة اللي عندي. عندي أربعة سورس ال1 ال2 ال3 ال4 يبقى يعني عندي اربع لمبات بالمنظر ده. المسافه الافقيه بين كل سورس والثاني مقدارها كام؟ 10 متر. يبقى بين اللمبه الاولى والثانيه 10 متر والثانيه والثالثه 10 متر والثالثه والرابعه كام؟ 10 متر. طيب كل لمبه من دول بتدي 200 كاندل باور في كل الاتجاهات. كل الايه؟ وركز على كل الاتجاهات علشان بعد شويه العمليه تختلف. لان الكاندل باور ده ممكن ما يكونش ثابت في كل الاتجاهات. فبالتالي انا بقول دلوقتي ان الكاندل باور عندي او السورس بتاعنا بيدي 200 كاندل باور في كل الايه؟ الاتجاهات، يعني ايا كان الزاويه الشعاع اللي عندك قيمه الشعاع ده اهو 200 كاندل باور. كده بقى كده؟ عاوز يحسب ايه؟ عاوز يحسب الانيليشن ات ا بوينت اوف ذا فلور. عاوز يحسب شده الاضاءه على نقطه
في السطح بتاعك او الورك بلين او الارضيه بتاعتك. النقطه دي فين يا جماعه؟ midway between the second and the third lines. يبقى عايز يحسب شده الاضاءه في نص المسافه بين الكشاف الثاني والكشاف الثالث. يعني هذه النقطه اللي هو مديها لنا سي كده. عارف فرنسيه؟ تمام يا دكتور. هو عايز يحسب نقطه سي تقريبا. عايز النقطه سي اللي هي النقطه بين الكشاف الثاني والايه؟ والثالث. طيب تمام يا دكتور. انا عندي المسافه دي كام متر؟ احنا قلنا بين اي لمبتين 10 متر. يبقى بين الاولى والثانيه 10 متر، الثانيه والثالثه 10 متر، والثالثه والرابعه كام؟ 10 متر. يبقى المسافه بين اللمبه الاولى والنقطه سي كام متر يا جماعه؟ 15 متر. 15 متر. وبين اللمبه الثانيه والنقطه سي كام متر؟ 5 متر. بعد يا شباب المسافه اي سي 15 متر، والمسافه بي سي 5 متر، والمسافه دي سي 5 متر، والمسافه اي سي 15 ايه؟ 15 متر. يبقى انا دلوقتي عندي النقطه سي جاي لها اضاءه من كام كشاف؟ من 4. يبقى في شده اضاءه جاي من الكشاف الاولاني، من الكشاف الثاني، ومن الثالث، ومن الرابع. طبعا هنا لو حضرتك بصيت للرسم هتلاقي فيه تماسك نقطه سي بين الكشاف الاول والثاني والثالث والرابع. يعني كميه الاضاءه اللي جايه من الكشاف الاول والثاني زي كميه الاضاءه اللي جايه من الثالث والايه؟ والرابع. خلاص؟ فدلوقتي انا هعمل ايه يا شمسين؟ عايز احسب شده الاضاءه اللي المفروض احسبها من الاول ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع. طيب احسبها ازاي يا جماعه؟ ممكن استخدم القانون تمام؟ او استخدم القانون ان انا احسب ال1 وال2 بكام؟ وال3 وال4. طبعا لو تلاحظ ال2 زي ال3 وال1 زي مين؟ ال4. انا عندي هنا في سيتا 1 وهنا كام؟ سيتا 2. خلينا احسب للسورس الاولاني وللسورس الثاني. ال ال1 الى المسافه دي يا جماعه تساوي كام؟ ده الوتر عشان عندي ده عباره عن 5 متر وده عباره عن 10 متر. يبقى الوتر اللي عندي عباره عن ايه يا جماعه؟ الجذر التربيع ل 5 تربيع زائد 10 تربيع. 15.8. نعم؟ اللي هو 15.8. اللي هي 15.8 كام؟ 8. طيب كوزين سيتا، سيتا 1 ده بتساوي كام؟ كوزين الزاويه المجاور على مين؟ على الوتر. المجاور بكام يا جماعه؟ بخمسه. الوتر بكام؟ 15 بوينت كام؟ 8. هطلع مين؟ سيتا 1. يبقى سيتا 1 ده هتساوي او كوزاين سيتا 1 هتساوي 5 على كام؟ 15.8. طيب شده الاضاءه عن النقطه سي من الكشاف الاولاني هعوض في القانون بتاعه اللي هو بيساوي كام يا جماعه؟ يكتب القانون بتاعنا اي على اتش تربيع كوزاين تفعيل سيتا. يكتب القانون بتاعنا اللي هو اي على ال سي تربيع كوزاين سيتا. ده صح وده صح. انا هنا كتبت ايه؟ كتبت الكم الباور اللي هو الاي 220 لو دي في المساله المفروض 200 مش 220. المفروض 200 مش 220 في كوزاين الزاوية اللي هي 5 على كام؟ 15.8 على المسافة دي تربيع. المسافة دي تربيع لما تربع ال 15.8 تربيع يدي لك كام؟ 250. فيها مشكلة شو هتسيب كده؟ ده بالنسبة لمين؟ للجزء ده. حد في مشكلة يا جماعة؟ دكتور يعني هو حضرتك استخدمت القانون اللي هو بتاع الفيتا تبعيد صح؟ اي حاجه دي انا استخدمت التربيع. انا حليت بقيمه الاي اللي هو القانون ده كده. القانون الاساسي خلاص ده كده اللي هو الاي بتساوي الاي على المسافه تربيع في كوزاين سيتا.
والمسافة تربيع هي المسافة بين اللمبة وبين مين؟ بين السورس بتاعك. 8.5.8 تمام، 5.8 تربيع. تمام يا استاذ حضرتك. يستخدم ده، يستخدم القانون مباشرة اللي هو ايه؟ اللي هو يعني اتش سكوير كوزاين بتاع اف سي. لو استخدمت ده او ده يطلع نفس الايه؟ نفس الناتج. فلو انا استخدمت حضرتك القانون بتاع الكوزاين بتاع اف سيتا، كل اللي هعمله هيبقى الكامل الباور اللي عندي بال 200 على الاتش تربيع اللي هي كام يا جماعه؟ اللي هي 5. يبقى 5 تربيع بكام؟ ب 25 في كوزاين تكعيب سيتا. يبقى المقدار ده هكعبه، كوزاين تكعيب ايه؟ سيتا، اللي هو 5 على 15.8 الكل ايه؟ الكل تكعيب. في مشكله كده يا جماعه؟ معايا يا شباب؟ ده بالنسبه لايه؟ لشده الاضاءه عند النقطه سي اللي جايه من مين؟ من اللمبه الاولى بس. طيب هجيب اللمبه الثانيه، هجيب الايه؟ اللمبه الثانيه، اللمبه الثانيه اللي عندي هجيب برضو الابعاد، هجيب الزاويه سيتا 2. سيتا 2 بكام يا جماعه؟ احنا قلنا المسافه دي كام؟ 5 متر، وده كام؟ 5 متر. يبقى ده مثلث متساوي الساقين. يبقى بالتالي حضرتك هتلاقي ان سيتا 2 بكام؟ 45. سيتا 2 بكام يا جماعه؟ ب 45. يبقى انا هقول الكاندل باور او قيمه اللبس او شده الاضاءه من النقطه سي اللي جايه من السورس الثاني او الكشاف الثاني هي عباره عن الكاندل باور على الاتش تربيع اللي هي 5 تربيع كوزاين تكعيب سيتا 2. كوزاين تكعيب سيتا 2، او اقول ان هي عباره عن الكاندل باور على المسافه دي تربيع، المسافه دي تربيع اللي هي ال 2 سي تربيع في كوزاين مين؟ سيتا 2. طب اجيب ال ال 2 ازاي؟ او ال ال 2 سي ازاي يا جماعه؟ ال ال 2 سي هو عباره عن ايه؟ احنا قلنا ده 5 متر وده 5 متر. يبقى بالتالي ده كام يا جماعه؟ 5 جذر 2. 5 جذر ايه؟ جذر 2 مثلث متساوي الساقين 5 و5 يدي لك ده 5 جذر 2، ده الوتر بتاعنا. والزاويه 2 بكام؟ ب 45. وبالتالي اقدر احسب مين يا شمسين؟ الكاندل باور بتاعنا. يبقى هو الكاندل باور 200 في كوزاين الثيتا اللي هي 1 على جذر 2 على المسافه دي تربيع. 5 جذر 2 تربيع بكام يا جماعه؟ ب 50. يدينا الكاندل باور بتساوي 2.83. طبعا لو تلاحظ ان الكاندل باور من الكشاف الثاني اكتر من الكشاف الاولاني. ليه؟ لان المسافه بين الكشاف الثاني والنقطه سي اقل من المسافه بين الكشاف الاولاني والنقطه سي. فكل المسافه ما زادت كل حضرتك اللاكس بتاعك بايه؟ مقال. طيب قيمه بقى الاضاءه من الكشاف الاول والثاني، هجمع الاثنين دول مع بعض. هجمع الاثنين دول مع ايه؟ مع بعض اللي هي دوده. طيب فاضل كمان احسب من مين يا جماعه؟ من السورس 3 والسورس ايه؟ 4. لما تيجي تحسب من السورس 3 هتلاقي نفس القيمه بتاعت السورس 2، ولما تيجي تحسب من السورس 4 هتلاقي نفس القيمه من السورس كام؟ من السورس 1. فانا هجيب 1 و2 واضربهم في كام؟ واضربهم في 2. هل في مشكله يا جماعه؟ تمام تمام كده ولا حاجه تاني؟ دكتور احنا كده نجمع ال 1 ال 2 واضربهم في 2 صح؟ تمام، اجمع ال 1 وال 2 واضربهم في كام؟ في 2. او اجيب ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 واجمعهم. هتطلع نفس الايه؟ نفس المقدار، لان في تماثل عندي. في تماثل عندي بين ال 1 و 2 مع بعض و 3 و 4 مع بعض. يبقى دول نفس الايه؟ نفس القيمه. فبالتالي بدل ما اغلب نفسي واجيبها اربع مرات اجيبها مرتين بس واضرب في كام؟ واضرب في 2. ده كده يا شمسين عايز احسب شده الاضاءه من النقطه سي. ممكن اطلب احسب الاضاءه عند مين؟ عند دي. طب لما احسب عند دي بقى ايه اللي هيتغير؟ لازم اكون كل سورس في ايه؟ لوحده. هتلاقي عند النقطه دي ال 3 لها مقدار معين واكبر قيمه. ال 2 وال 4 هيبقوا زي بعض وال 1 مختلفه. فبالتالي لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب شده الاضاءه عند النقطه دي
من كل سورس لوحده في الاخر اجمعها. تمام. نشوف مثال تاني كده يا شباب. طبعا المثال اللي فات كانت الشبكات اللي عندك كلها متثبته على ايه؟ على نفس الارتفاع. تمام؟ هنا بقى يا شمسين عندي في المثال الثاني في عندنا كشافين، كشاف متثبت ارض النقطه A وارض النقطه B، كل كشاف ليه كند الباور مختلف. الكشاف اللي عنده النقطه A 200 كند الباور، والكشاف اللي عنده النقطه B 400 كند الباور. يبقى كده اول حاجه عندنا ان الكند الباور بتاعت الكشافات ما هيش ايه؟ متساويه، يعني الكشافات مختلفه، يعني ده كشاف بباور معينه او بلاكس معينه او بليومنز معين، والكشاف الثاني بليومنز مختلف. طيب اتحطوا الكشافين بينهم مسافه نفترض 100 متر، يبقى المسافه بين الكشاف الاول والكشاف الثاني مقدارها كام؟ 100 متر. المسافه الافقيه بين الاثنين كام؟ 100 متر. والارتفاع كان كالاتي: ارتفاع الكشاف الاول عن النقطه A على ارتفاع 10 متر، والكشاف الثاني على ارتفاع 20 متر من النقطه B. يبقى انا في عندي دلوقتي ارتفاع مختلف، في كشاف على 10 وكشاف على كام؟ على 20 متر. حط فوتوميتر او اللاكسيميتر. تمام. في المسافه السنتر اللي هي بين الكشافين، يعني المسافه كام؟ 50 متر من كل كام؟ من كل كشاف. عاوز يحسب الفوتوميتر ده هيقرا كام، او اللاكسيميتر ده هيقرا كام. يبقى انا كاني هجيب قيمه اللاكس عند النقطه سي نتيجة السورس الأولاني ونتيجة السورس الإيه؟ السورس الثاني. طيب أجيبها إزاي يا جماعة؟ بالنسبة للسورس الأولاني، بالنسبة للسورس الإيه؟ الأولاني. أنا عندي المسافة اتش كام؟ 10، والمسافة اي سي مقدارها كام؟ 50 متر. أقدر أجيب مين يا جماعة؟ ال ال 1 سي. ال ال 1 سي تساوي كام؟ تساوي الجذر التربيعي ل 10 تربيع زائد 50 تربيع. جبنا الطول ده طلع ب 51 متر. طيب نفس الكلام اجيب ال 2 سي، ال 2 سي هتساوي كام؟ الجذر التربيعي ل 20 تربيع زائد 50 تربيع. جبنا ال 2 سي. اجيب سيتا 1 وسيتا 2. سيتا 1 بتساوي ايش بسيط؟ او كوزاين سيتا على طول. كوزاين سيتا هتساوي المجاور على الوطن. يبقى كوزاين سيتا 1 هتساوي ال 10 على ال 51. طب كوزاين سيتا 2 هتساوي ال 20 على ال 53.9 اللي هو ال 2 سي. يبقى جبنا كوزاين سيتا 1 وكوزاين سيتا 2. نجيب بقى اللبس عند النقطه سي نتيجه السورس الاولاني هتساوي كام يا جماعه؟ القانون بتاعنا هتساوي الكند الباور بتاع السورس الاولاني اللي هو كام؟ 200 على مربع المسافه دي. مربع المسافه دي كام يا جماعه؟ 53.10. تمام. في كوزاين الزاويه ده، كوزاين الزاويه اللي هي كام؟ 10 على كام؟ على 51. لما احسب الكلام ده هيدينا اللاكس بتاعنا تساوي علامه 0.15 مليون على المتر سكوير او لاكس. في مشكله كده يا جماعه؟ يستخدم القانون ده يا تستخدم القانون اللي عليه اللي هو ار اللي هو 200 كند الباور على الاتش تربيع اللي هي 10 تربيع في كوزاين تكعيب الزاويه. يبقى كوزاين الزاويه ده تكعيب. بالنسبه للاكس عند النقطه سي نتيجه المصدر الثاني بنفس القانون هيبقى عباره عن ار بتاع السورس الثاني اللي هو كام؟ 400 في كوزاين الزاويه اللي هي 20 على 53.9 على الوتر ده تربيع. الوتر تربيع بكام يا جماعه؟ احنا جبنا الوتر عندنا ب 53.9 لما تجيبوا تربيع يديلك الرقم ده. هتبص تلاقي ان الباكس بتاعك بقيمه بالمنظر ده. مع ان حضرتك المسافه بين الاثنين
المسافه بين الاثنين نفس المسافه على المحور الافقي، انما اللبس من كل واحد اختلف. ليه اختلف؟ علشان حاجتين، علشان الكاندل باور بتاع السورس مش متساوي، وعلشان الارتفاع اللي عندك مش متساوي، وبالتالي ادالك طول المسافه بين السورس والنقطه سي مختلفه من ال1 لمين؟ ل ال2. وبالتالي لما تجيب اللبس الكلي على النقطه سي هجمع اللبس نتيجه الكشاف الاولاني واللبس نتيجه مين؟ الكشاف الثاني. لما اجمعهم يبقى يدينا تفاصيل القرايه بتاعت الفوتوميتر بتطلع بالرقم ده اللي هو 0.066 اليومن على المتر سكوير او لوكس. الكلام ده صعب يا جماعه؟ تمام انت مش فاهم كده. تمام كده؟ تمام. طيب ناخد بقى مثال ايه؟ مثال تاني. لازم ابقى مركز في المثال ده علشان في يعني فكره عن المثال اللي فات. في عندنا لمبه يا باشمهندسين يونيفورم كاندل باور بيساوي 300، يبقى الكاندل باور بتاعنا بكام؟ 300 كاندل باور، يبقى ده الاي بيساوي 300 كاندل باور. ان اول دايركشنز يعني كل الاتجاهات. وبعدين اللمبه دي يا باشمهندسين حطيناها ريفليكتور. حطينا ايه؟ ريفليكتور. طبعا هقول لكم زي ما شرحنا المره اللي فاتت، الريفليكتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن عاكس كده بيتحط على السورس اللي عندك، بيعمل انعكاس للضوء من مقدار معين. الريفليكتور اللي عندنا عمل ريفليكتور ب 50% من التوتال اميتد لايت انفورميتي اون ذا فلات سيركل. طيب يبقى الريفليكتور اللي عندك عمل ريفليكشن ل 50% من التوتال اميتد لايت بتاع الكشاف على سيركل مقدارها كام؟ 20 متر الدايمتر بتاعها. يبقى في سيركل عندك كده الدايمتر بتاعها 20 متر، والسورس اللي عندك او الكشاف اللي عندك متثبت على ارتفاع راس المقدار 20 متر برضه من السنتر بتاع السيركل. انا كاين في عندي سورس كده متثبت على ارتفاع 20 متر وتحته سيركل، السيركل ده الدايمتر بتاعها 20 متر. طيب عاوز يحسب شده الاضاءه. شده الاضاءه عند النقطه مين؟ عاوز يحسب شده الاضاءه عند حاجتين. اول حاجه ات ذا سنتر، على السنتر بتاع اللمبه كام؟ الحاجه الثانيه اد ذا ايدج بتاع السيرفيس، عند الايدج بتاع التلفزيون بتساوي كام؟ وزود ذا ريفليكتور. اول حاجه يا جماعه نزود ايه؟ ريفليكتور، يعني كان حضرتك الريفليكتور بتاعك مش موجود والسورس اللي عندك بيدي لك 300 كاندل باور في كل الاتجاهات. تمام؟ وعاوز تحسب شده الاضاءه تحت السورس مباشره وعند الايدج بتاعت مين؟ بتاعت السيركل. فكان ده مثلث كده، الدايمتر بتاعك بتاع السيركل 20 متر والسورس متثبت على ارتفاع كام؟ 20 متر. يبقى الارتفاع ده كده 20 متر والدايمتر 20، يعني نص الدايمتر بكام؟ ب 10. وعايز يحسب شده الاضاءه من النقطه A والنقطه B. طيب احنا قلنا يا جماعه اول حاجه هشتغل وزود ايه؟ وزاوية ريفليكتور. وزاوية ريفليكتور هحسب الإضاءة هنا وهنا. لما يكون عند النقطة A يبقى الإي عند النقطة A هتساوي I على H تربيع كوزاين سيتا. طبعًا كوزاين سيتا بكام؟ كوزاين سيتا بواحد، لأن سيتا بكام يا جماعة؟ بزيرو. والكاندل باور بتاعنا بكام يا جماعة؟ ب 300. يبقى 300 على 20 تربيع، المسافة ده تربيع في كوزاين سيتا اللي هي بواحد. ادانا 0.75 لوكس. ده عند النقطة مين؟ عند النقطة A. طب عند النقطة B؟ عند النقطة B يا جماعة أجيب السيتا هنا بتساوي كام؟ السيتا بتساوي كام؟ أنا عندي المسافة دي كام؟ 20 وده إيه؟ 10.
يبقى سيتا بتساوي تان ماينس 1 ده على مين؟ او اجيبها بشكل تاني، ممكن اجيب الوضع هنا بساوي كام؟ واجيب ان كوزاين سيتا بتساوي المجاور على الايه؟ على الوضع ايا كان. يبقى انا جبت سيتا بتساوي تان ماينس 1 المقابل على المجاور، يعني 10 على كام؟ على 20. طلعت الزاويه ب 26.6 من 10. طب ايه يعني النقطه دي بتساوي كام؟ تساوي الكاندل باور اللي عندك هي الاي على الاتش تربيع، اللي هي 20 تربيع كوزاين الزاويه تكعيب. يبقى انا هجيب كوزاين 26.6 وبعدين اعمل لها ايه؟ تكعيب. طلع بكام يا جماعه؟ 0.534، وطبيعي لازم تكون اقل من النقطه ايه؟ يبقى اذا الكاندل باور او اللاكس النقطه بي اقل من اللاكس عند النقطه بي، عند النقطه ايه اللي هي تحت الكشاف مباشره. الحاله دي احنا شايفين لو انا ما استخدمتش ايه؟ ريفليكتور. طيب الحاله الثانيه بقى لازم تركز معايا عشان لو انا استخدمت ريفليكتور يا جماعه، لو انا استخدمت ريفليكتور يبقى انا عندي الفلاكس اللي طالع من الكشاف عباره عن ايه؟ عباره عن الكاندل باور في السوليد انجل. طب السوليد انجل بتاعتها بتساوي كام؟ السوليد انجل هي عباره عن 4 باور اللي ده في كل الايه؟ في كل الاتجاهات. يبقى اذا اليومنت اللي طالع من السورس بتاعك الفاي يعني هي عباره عن الاي في الاوميجا او الكاندل باور في السوليد انجل. طلع الكلام ده الكاندل باور 300 السوليد انجل 4 باي يبقى 1200 باي ليوم. طيب احنا قلنا قبل كده ممكن نحسب شده الاضاءه نتيجه مين؟ نتيجه الفلكس على مين؟ على الاريا. الفلكس اللي عندك يبناه 1200 باي 1200 باي. بس قال لك حاجه بقى، قال لك ان الكشاف ده اهو يعكس 50% من التوتال ليومنت. يبقى اذا السورس اللي عندك لو كان اليومنت بتاع 1200 باي هيعكس كام؟ 50% منه على السطح بتاع الورك بلين بتاعه. يبقى اذا الفلكس نتيجه الريفليكتور هيبقى 50% من مين؟ من ال 1200 باور، طلع 600 باور. الاي كانت بتساوي كام يا جماعه؟ كانت بتساوي الفاي على الاريا. يبقى الاي لما تحطها فاي على الاريا عندك الاريا بتاعت الدايره باي ار سكوير، الار عندك ب 10 ب 10 سكوير، باي هتروح مع الباي يبقى 600 على 100 يعني كام؟ 6 لاكس. 6 ايه؟ لاكس. طب ده في انهي نقطه يا جماعه؟ ده اللاكس ده اهو هيكون عند اي نقطه على مساحه الدايره اللي قطرها 20 متر. يبقى اذا الريفليكتور اللي عندك يا جماعه عمل ايه؟ خلى توزيع الاضاءه توزيع منتظم على المساحه بالكامل. طب قيمته بقى بتساوي كام؟ قيمه اللاكس اللي عندك بقى كام؟ 6 لاكس. 6 ايه؟ لاكس. لو بصيت الحاله اللي فاتت كانت أكبر شدة إضاءة تحت الكشاف مباشرة مقدارها كام؟ 75% لاكس. ضفت أنا بس كل اللي عملته ريفليكتور على الكشاف فخلى شدة الإضاءة مقدارها كام؟ مقدارها 6 لاكس وبتوزيع منتظم على الإيه؟ على المساحة اللي عندك كتوتال. يبقى إذا حضرتك ده فايدة كبيرة جدا بتاع مين؟ الريفليكتور اللي هو بيزود لك اللاكس في المكان، وبالتالي لو جت بطريقه عكسيه لو مطلوب حضرتك لاكس معين في مكان، لو انا استخدمت كشاف بدون ريفليكتور هضطر اجيب عدد اكبر من الكشافات تمام عن ان انا استخدم كشافات بايه؟ ريفليكتور. يبقى لما نستخدم كشافات ريفليكتور هيدينا عدد كشافات اقل علشان يحقق اللاكس الايه؟ اللاكس المطلوب. دكتور حضرتك هو نعم الار اللي هو الريدي الار ريدي 10 متر، ما الدايره كان كله 20. انا عايز المساحه باي ار سكوير او استخدم باي دي تربيع على 4 ايا كان. اوكي يا جماعه كده؟ يبقى انا عايز اجيب الاريا
بتاعت الدائره دي بتساوي كام؟ باي ار سكوير. طب دكتور حضرتك هو ليه حضرتك استخدمت السوليد انجل 4 باي؟ السوليد انجل 4 باي عشان هو ايه اللي جاش وصل؟ نعم عشان سفير يعني؟ عشان ايه؟ سفير؟ اه ما احنا قلنا يا جماعه لما يكون الشكل اللي عنده الكشاف السورس اللي عنده بيدي اضاءه في كل الاتجاهات فكده السوليد انجل بكام؟ باربعه باي. ده قلناها المحاضره اللي فاتت. تمام. ماشي؟ هو طبعا ايه؟ ممكن يجي لك بشكل تاني ان انا استخدم نصف الكره على ان الكشاف متثبت في السقف تمام؟ فبيدي السوليد انجل نصف كره. في الحاله دي ممكن اعمل ايه بقى؟ اضرب في كام؟ 2 باي. بس في الحاله دي اعمل ايه يا باشمهندس؟ هاخد كل اللكس اللي طلع عندي، يعني هاخد كل اليونت اللي طلع عندي اللي هو 1200. هو عوضها هنا فقال لك ايه؟ ان الكشاف بيعمل ريفليكت 50% من الضوء. فال 50% ده تناظر ان انا كنت خدت الكاندل باور اللي عندي مضروبه في كام؟ في 2 باور. كانت برضه هتدي كام؟ 600 باور. ماشي معايا كده؟ طيب ناخد بقى حاجه مهمه جدا. احنا كنا في المسائل اللي فاتت او الجزئيه اللي فاتت كنت بقول ان الكشاف بيدي كاندل باور، كاندل باور ثابته في كل الاتجاهات، صح؟ في المسائل اللي شفتها كده كان الاي رقم ثابت وفي كل الايه؟ في كل الاتجاهات. طب هل الكلام ده فعلي ولا مش فعلي؟ هو الحقيقه مش فعلي. ان الكاندل باور بتاعك يكون ثابت في كل الاتجاهات ده مش صح. الكاندل باور يا جماعه بيتغير حسب الانجل بتاعتك بتساوي كام. علشان كده الشركه المصنعه لكل كشاف بتطلع حاجه اسمها البولر كيرف بتاع الكشاف. البولر كيرف بتاع الكشاف ده عباره عن ايه؟ عباره عن توزيع الكاندل باور حسب الانجل بتاعك. حسب الايه؟ الانجل بتاعك. يعني لو بصينا للشكل اللي قدامنا ده كده ده كده توزيع الكاندل باور حسب الزاويه اللي عندنا. الزاويه اللي بتساوي كام يا جماعه؟ هنا مدينا ربع كده 90 درجه يعني من اول الزاويه 0 لحد الزاويه كام؟ 90. ده الزاويه 0 10 20 وهكذا. مدينا قيمه الايه؟ الكاندل باور بتساوي كام؟ فعند الزاويه 0 كان الكاندل باور بيساوي 716. عند 5 كان بيساوي كذا، عند 10 عند كذا، عند 90 كان بيساوي كذا. دي توزيعة الايه؟ الكاندل باور حسب الزاويه. فانا لو بصيت هنا يا باشمهندس عند الزاويه 0 هلاقي الكاندل باور هنا كده قيمته بتساوي كام؟ 716. طيب هنا يا شباب عندي 10 درجات مثلا هلاقيها بالمقدار ده. طب عندي 20 درجه طلعت بالمقدار ده. عندي 30 بالمقدار ده. الخطوط الاشعاعيه الطويله ده كده ده الزاويه. والدوائر ده يا جماعه يمثل الكاندل ايه؟ الكاندل باور. الكاندل باور هي الدوائر اللي عندي ده كده. فانا على حسب قيمه الزاويه بتساوي كام؟ اقدر اقول الكاندل باور بتاع الكشاف بتساوي كام؟ طب ده هستفاد بيه يا جماعه؟ الحاله اللي فاتت كنت بقول لك ان الكاندل باور بتاعك ثابت في كل الاتجاهات. وبالتالي الكاندل باور بتاع الكشاف اللي هو الاي باخده اشتغل بيه مباشره. طب هنا بقى لو الدايره في البولر كير بتاع الكشاف يبقى انا هشوف الشعاع بتاعنا او الزاويه اللي عندنا كام واحسب عندها ايه؟ كاندل باور. يبقى عند كل زاويه هيبقى فيه كاندل باور مختلف. يعني لو زاويه 0 هيبقى الكاندل باور اللي اشتغل بيه بيساوي كذا. لو 10 يبقى الكاندل باور كذا. لو 20 يبقى الكاندل باور كذا، لو 30 يبقى كذا وهكذا. يبقى في الحاله يا جماعه قيمه الاي ما بقتش ايه؟ ما بقتش ثابته. قيمه الكاندل باور ما بقتش ثابته، تختلف على حسب مين؟ على حسب الانجل بتاعتي بتساوي كام؟ في مشكله يا باشمهندس كده؟ دكتور نعم هو كده معناها في المساله لازم يديني البولر كيرف بتاع كل كشاف في المساله. تمام. وده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده على طول. يبقى لو قال لك ان الكاندل باور ثابته
يبقى انا هستخدمها قيمه ثابته عند كل الزوايا. انما لو قال لك ما هي ثابته هيدي لك يا جدول يدي لك رسمه الايه؟ البولر كيرف بتاع مين؟ بتاع الكشاف. كده يا جماعه كده؟ معايا يا شباب؟ تردوا يا شباب. تمام يا دكتور تمام. طيب برضه دي اشكال مختلفه للبولر كيرف بتاع الكشافات مختلفه. يبقى الشكل بتاعها عامل ده الكاندل باور قيمته بيديها لك بالارقام مثلا، وده الزوايا بتاعتك بتساوي كام؟ ده طبعا المحور الافقي وده المحور الايه؟ الراسي، وهيدي لك الزوايا بتاعتك يا من المحور الافقي يا من المحور الايه؟ الراسي. برضه ده شكل تاني لبولر كيرف بتاع كشاف تاني عند زوايا معينه تمام؟ ومدي لك الكاندل باور بمقدار معين. على اقدر عند كل زاويه اطلع الكاندل باور بتاعي بتساوي كام؟ في مشكله يا جماعه كده؟ ناخد مثال على الكلام ده. المثال بيقول لك ايه؟ مدينا هو the half of the polar curve of the lamp reflector is as follows. مدينا طبعا حضرتك الانجل with the horizontal والكاندل باور. مدينا يا جماعه خلي بالك مدينا لك الزاويه مع مين؟ مع الهورزنتال مش مع مين؟ مش مع الفيرتيكال. عشان ما تلخبطش الزاويه ده مع الزاوية التانية. الزاوية التانية اللي نسيتها اللي كنت بحسب منها شدة الإضاءة اللي هي الأر يعني اتش سكوير كوزاين تكعيب سيتا. سيتا كانت مع مين؟ مع الفيرتيكال مش مع الهورزنتال. معايا يا جماعة كده؟ هنرسم ونشوف. الكشفين دول يا باشمهندسين 5.3 متر على الهورزنتال بلين. عايز يحسب شده الاضاءه على البلين ده بيساوي كام؟ عنده حاجتين. اول حاجه عند النقطه A، والنقطه A فيرتيكال بلو سلام، والحاجه الثانيه ات ذا بوينت B اللي هي 2 متر فروم A along the line join A with the point of the plan vertically blue the other line. يبقى دلوقتي يا جماعه اعمل ايه هو؟ الرسمه كده بالظبط. مدينا لمبتين ال1 وال2 تمام؟ ال1 وال2 بينهم مسافه كام؟ 5 متر، وكل واحده متثبته على ارتفاع كام؟ 3 متر. ده النقطه ايه؟ اللي تحت الكشاف الاولاني، وعايز يحسب الحاله الثانيه عند 2 متر عند النقطه بي على 2 متر من النقطه بي من النقطه ايه؟ طيب الاول هعمل ايه بقى؟ الاول هعمل ايه؟ مدينا كده حضرتك الانجل مع الهورزنتال والكاندل بار. فعند الزاويه 30 كانت الكاندل بار ب 60، عند 45 كانت 200، عند 60 كانت 300، عند 75 كذا، 90 بكذا. فانا هرسم الكلام ده. ارسم ايه يا جماعه؟ الكلام ده ارسمه ازاي؟ على ورقة رسم بياني، وهعمل سكيل. هعمل سكيل ايه بقى يا باشمهندسين؟ هقول مثلا ان ال 10 كاندل باور ولا كام؟ ولا ال 30 كاندل باور مثلا بيساوي 1 سم. خلاص؟ يبقى انت هتفرض لنفسك سكيل معين علشان يبقى بشكل الورقة مناسب. تشوف اكبر كاندل باور عندك بكام؟ وتبدأ تفرض كل كام كاندل باور بيساوي 1 سم. وليكن انا اكبر حاجه عندي كام يا جماعه؟ 300 كاندل باور. انا اقسم مثلا ده كام؟ 10 سم. 10 سم يبقى اعمل كل 30 كاندل باور بيساوي كام؟ 1 سم. يبقى انا هشتغل كده كل 30 كاندل باور بيساوي 1 ايه؟ 1 سم. واجي ارسم الزوايا بتاعتي. الزوايا مع المحور الافقي، هذا المحور الافقي، هذا الزاويه كام؟ 15 30 45 60 75 90. كده معايا كده؟ يبقى انا رسمت الزوايا دي كده بالمنقلم. خطوط ده كده بالمنقلم بالزوايا اللي عندي. قسمت كل 15 درجه. ومقسم لي كل 30 انا اقسم كل كام؟ 15. طيب يبقى انا حضرتك هتيجي عند
30 ال 30 انت واخد ده كام سنتي؟ انا واخد كل 30 كاندل باور يساوي 1 سنتي، يبقى انا هاخد هنا مثلا 2 سنتي مثلا عند الزاويه كام؟ 30. طب اجي عند الزاويه كام يا جماعه بعدها؟ عند الزاويه 45 واخد 200 كاندل باور، 200 على 30 يدينا كذا سنتي، يبقى اخد عند الزاويه 45 كده واحط نقطه. طيب عند 60 كان كام؟ 300، يبقى وليكن 10 سنتي، يبقى هنا كده 10 سنتي عند 60. طب عند 75 كان 260، يناظر كام سنتي؟ كذا سنتي عند 75. طيب عند 300 عند 90 كان 240، يناظر كام سنتي؟ كذا. ووصل دول لبعض. ادانا شكل ايه؟ شكل البولر كير بتاع الكشاف ده في الربع اللي هو اللي على الشمال اللي هو من زاويه زيرو لحد كام؟ 90. الكلام ده فيه مشكله الرسمه ده يا جماعه؟ مش 50؟ في مشكله كده؟ تمام. نيجي بقى نشوف المساله عايز ايه؟ المسألة عايز مطلوبين. عاوز المطلوب، عاوز اللاكس عند النقطة ايه؟ عند النقطة مين؟ ايه؟ والنقطة ايه دي ايه؟ تحت اللمبة مباشرة. الرسمة بتاعتنا يا جماعة بالمنظر ده. ده كده ال 1 ال 2 بينهم مسافة 5 متر ومثبتين على ارتفاع كام؟ 3 متر. طبعا عايز النسبة شدة الإضاءة عند النقطة ايه تبقى جاية من حاجتين. أول حاجة من السورس الأولاني ومن السورس الايه؟ التاني. السورس الأولاني سيتا واحد بكام؟ بزيرو. طب السورس التاني سيتا اتنين بكام يا جماعة؟ أحسب المسافة دي كام؟ 5 وده 3، أقدر أجيب الوتر، وبالتالي أقدر أجيب مين؟ سيتا اتنين. وعوض بقى ان قيمه اللاكس المطلوبه عند النقطه A هي اللاكس الكشاف الاولاني زائد الكشاف الثاني، يبقى الـ E عند النقطه A هي عباره عن الـ E نتيجه السورس الاولاني زائد الـ E نتيجه السورس الثاني. الـ E نتيجه السورس الاولاني بكام؟ بـ I واحد على كوزاين على H تربيع كوزاين تربيع سيتا واحد. وقلنا سيتا واحد بكام يا جماعه؟ بزيرو، يبقى كوزاين سيتا واحد بكام؟ بواحد. زائد الـ I 2 على H 2 كوزاين سيتا 2. سيتا 2 جبناها. صعبة سيتا 2 يا جماعة. سيتا 2 هتساوي كام؟ تان ماينس 1 المقابل على الإيه؟ على المجاور. المقابل بكام؟ بـ 5 والمجاور بكام؟ بـ 3. يبقى تان ماينس 1 5 على الإضاءة بكام؟ 59 درجة. طيب. إيه بقى I 1 وI 2؟ I 1 اللي هو قيمة الكاندل باور بتاع الكشاف الأولاني، والآي 2 الكاندل باور بتاع الكشاف الثاني. هل هم متساويين؟ لا. لأن الكاندل باور الكشاف الأولاني عند زاوية معينة، والكاندل باور الكشاف الثاني حسب البولر كيرف بتاع ليه زاوية ثانية. الشعاع ده يا باشمهندسين عامل زاوية كام؟ عامل زاوية هنا في المقدار كام؟ 31 درجة. طب جت منين ال 31 درجه دي يا باشمهندسين؟ ان انا عندي المثلث ده 90 الزاويه 59، يبقى دي كام؟ 31. يبقى لما اجي اشتغل على الكاندل باور بتاع الكشاف الثاني اشتغل عند زاويه بتساوي كام؟ 31. طب الكاندل باور الكشاف الاولاني عند زاويه بتساوي كام؟ 90. تساوي كام يا جماعه؟ 90. يبقى انا قلت ان الالفا دي بتساوي 90، يبقى بالنسبه للكشاف الاولاني هجيب الكاندل باور عند زاويه بتساوي كام؟ 90. يدونا في المساله كام يا جماعه؟ عند 90 240. يبقى الاي 1 هنا 240 بالنسبه للسورس الاولاني. طب بالنسبه للسورس الثاني اشوف الزاويه بتاعتي بتساوي كام؟ 59. 9 وكام؟ 50. عند 59 مش موجود، يبقى انا هروح للرسمه دي
واجي عند الزاويه 59 واشوف الاي بتساوي كام. هتطلع الاي بتساوي 65 كاندل باور. 65 ايه؟ كاندل باور. يبقى انا كده يا باشمهندسين هروح عند الزاويه 31، سوري الزاويه 31 اللي هي ده. عند الزاويه 31 يعني 30 تقريبا. 30 ما كانش من دي في المسألة 60 اه. طب عند 31 بقت بتساوي كام؟ بقت بتساوي تقريبا 65 كاندل باور. اجيبها ازاي يا باشمهندسين؟ هاجي بالمنقلة كده واعمل خط او الزاوية 31 هيقطع الكاندل باور في نقطة، اشوفه كام سنتي واضربه في السكيل بتاعه، وبالتالي اجيب الكاندل باور عند الزاوية بتساوي كام؟ 30. يبقى الشعاع ده كده يا باشمهندسين قيمة الشعاع ده هو كاندل باور بتساوي كام؟ بتساوي 65 كاندل باور. يبقى الاي 2 هعوض بيه هنا ب 65، والاتش 3 وكوزاين ثيتا 2 59 تكعيب، اقدر اطلع قيمه اللكس عند النقطه A نتيجه السورس الاولاني والسورس الثاني بتساوي كام. دكتور وحضرتك طبعا قبل كده نعم هو حضرتك اخدت الزاويه الداخليه ولا الزاويه الرئيسيه؟ لا خلي بالك الشعاع اللي باخد اني زاويه يا باشمهندس في الشعاع نفسه باخد المسافه دي الزاويه دي زاويه الشعاع مع مين؟ مع الافق. طب اديني هنا يا باشمهندس اهو اديني ده مع مين يا جماعه؟ مع الهوريزنتال. يبقى الكاندل باور متوزعه كده حسب البولر كيرف بتاعنا مع الهوريزنتال بالمنظر ده تمام. يبقى الشعاع بتاعك الشعاع بتاعك اللي انا اشتغل عليه ده ده الشعاع اللي جاي من اللمبه لده مع الهوريزنتال عامل زاويه كام؟ 31 تمام، مش مع الفيرتيكال مع الهوريزنتال. اه تمام. المساله اللي قبلها حضرتك كنت عاملها على الفيرتيكال. الفيرتيكال لما اخد الزاويه كوزاين ثيتا، انا كوزاين ثيتا ده ثابته في القانون باخدها بكام؟ مع الفيرتيكال. انما الكاندل باور بجيبه مع مين؟ مع الهوريزنتال. الشعاع ده اهو عامل قيمته قد ايه كاندل باور؟ هو كطول بيجي مع الزاويه الايه؟ الفيرتيكال. انما ككاندل باور مع مين؟ مع الهوريزنتال. تمام يعني قبل كده يا باشمهندس كان الكاندل باور ثابت ملوش دعوه بالزاويه الايه؟ مع الهوريزنتال ده بتساوي كام؟ انما دلوقتي الكاندل باور اتغير حسب مين؟ حسب الزاويه. تمام اوكي فاهم حضرتك. ماشي بقى كده؟ كده حسبت الكاندل باور بكام؟ عند النقطه ايه بكذا. نيجي بقى عند النقطه بي. عند النقطة B قال لك تبعد عن النقطة A بزاوية كام؟ المسافة كام؟ 2 متر. مسافة 2 متر. يبقى أنا هاجي هنا من النقطة A 2 متر. يبقى المسافة دي كام؟ 2 متر وده كام؟ 3 متر. لأن كان بينهم زاوية مسافة 5 متر. وده ارتفاعه 3 وده 3. يبقى أنا هنا في ثيتا 1 وهنا مين يا جماعة؟ ثيتا 2. هنا في ألفا وهنا في مين؟ بيتا. الألفا والبيتا هقدر احسب الكاندل باور بتاعهم بكام؟ ثيتا 1 و2 ده بتاعت القانون. انما بيتا بيتا والفا هقدر احسب الاي 1 ومين؟ والاي 2 اللي هعوض بيهم في المساله. يبقى اذا قيمه اللكس عن النقطه دي هتساوي اللكس نتيجه السورس الاولاني زائد اللكس نتيجه السورس الثاني. السورس الاولاني اي 1 على اتش تربيع كوزاين ثيتا 1 تكعيب، والسورس الثاني اي 2 على اتش 2 تربيع كوزاين ثيتا 2 تكعيب. طبعا ثيتا 1 بتساوي ايه يا جماعه؟ دي 2 ودي 3. يبقى تان ماينس 1 المقابل على المجاور اللي هي 2 على كام؟ على 3. طيب الزاويه دي كام بقى؟ الفا دي 90 دي طلعت 33 بتطلع دي كام يا باشمهندس؟ 56. 6 وكام؟ مكمله لمين؟ لده. يبقى انا عند الفا بتساوي 56 هروح عند البولر كيرف واعمل ايه؟ واشوف عند الزاويه 56 الكاندل باور طلع بكام؟ طلع 295. طلع كام يا جماعه؟ 295. ده بالنسبه لمين؟
الكاندل بار الاولاني نتيجه السورس الاولاني، نفس الكلام للتاني، ثيتا 2 بتساوي تان ماينس 1، ده على ده 3 على 3 ب 1، يبقى الثيتا 2 بتساوي 45، يبقى بيتا برضه بتساوي كام؟ 45. هروح على طول عند 45 هلاقي الكاندل بار بكام؟ ب 200، ده موجوده في الجدول. عند ثيتا عند بيتا ب 45 مدينا الكاندل بار بكام؟ ب 200 كاندل بار. هبدا اعوض في الخانه الاي 1 اللي هو 295، والاتش 1 اللي هي 3، وكوزاين ثيتا 1 90 عندي، زائد اي 2 اللي هو 200 على اتش 2 برضه 3 تربيع، كوزاين ثيتا 2 تكعيب، كوزاين 45 تكعيب، هطلع الكاندل باور يساوي كام؟ طلع 26.7. ده بالنسبه لي يا جماعه، بالنسبه لي اتفضل يا ممكن تورينا ازاي بنجيب الانجل اللي هي مثلا 295 دي الكاندل باور من الكيرف نفسه؟ يعني لو جربناه مثلا على عند الزاويه ال 31 انا طلعت معايا 62 مش 65. رسمتها يعني؟ ممكن نجربها تاني عند الرسمه حضرتك جبتها ازاي؟ بص يا ريس، انت دلوقتي عامل الزاويه هنا كام؟ 30 صح؟ واخدها هنا بالمنقل، هتيجي واخد زاويه كام؟ 31، واخد خط كده طبعا يطلع ايه الجنب ده بالظبط المنظر ده، تمام؟ هيتقاطع مع المنحنى اللي انت رسمه في نقطه، تقاطع معاه في ايه؟ في نقطه. شوف النقطه ده من هنا لهنا كام سنتي، اضربه في السكيل بتاعك، اضربه في الايه؟ في السكيل، يدي لك مين؟ الكاندل بار بتاعك. طبعا يا جماعه ما دام في حاجه فيها رسم يبقى هيبقى في تفاوت في النتائج بين الناس وبعضها. في ايه؟ تفاوت بين الناس وبعضها. يعني مثلا انا طلعتها 65، طلعتها كام؟ 62. ما فرقتش. انما انا لو طلعتها 65 طلعتها 90، لا في غلط. تمام. انما من 60 ل 75 مقبول. ان انا برسم بايدي وانت بترسم بايدك، انا بسكيل وانت بسكيل تاني. الدقه نفسها ممكن تعمل ايه؟ ممكن حضرتك تطلع نتائج مختلفه شويه بس في رينج معين. دكتور هو حضرتك بتحسب الطول من نقطه الاصل لحد نقطه التقاطع؟ ايوه يا ناس. يعني لما جيت ارسم، لما جيت ارسم مثلا عند زاويه 60، ال 60 ده كان بكام في الجدول؟ ب 300. 300 ده انا كنت واخد سكيل 30 مثلا، يعني اديني 10 سم، يبقى انا هاجي من هنا من النقطه دي لده كده 10 سم، واحط ايه نقطه هنا كذا سم، احط نقطه على الخط ده، احط نقطه على الخط ده، على الخط ده، وبعدين اوصل بايه؟ التوصيله نفسها يا جماعه ممكن انا اوصل بشكل كده، واحد ياخدها بره شويه، واحد كذا، فلما يجي ياخد خط بين الاثنين مش هيطلع بنفس القيمه اللي ايه؟ زي هنا مع بعض، اللي واخد كيرف اكبر اصغر، فهتلاقي القيم مختلفه شويه عن بعض. ماشي معايا كده؟ طب دكتور حضرتك هو السكيل حضرتك اخدته هو كام هنا؟ السكيل؟ حضرتك اخدته. والله يا هندسه انا ما فاكر السكيل، بس انت عاملها على الناس بيان باي سكيل. بس طبعا كل ما تكبر السكيل كل ما الدقه تكون ايه؟ اكبر. الخطا يبقى اقل. فانت بتفرض السكيل اللي الورقه بتاعتك تاخده كرسم، يعني ما حدش فرض سكيل يا جماعه يجي يرسم الا الرسمه طلعت بره الورقه. انت دايما خد السكيل بتاعك بحيث انك تاخد المحور اللي فوق راسي على شمال الصفحه كده، انت هترسم في الجزء اليمين، اليمين اللي تحت، فانت خده على شمال الصفحه وخلي المحور رفق لفوق والمحور الراسي على الشمال، تبقى عندك مساحه كبيره تقدر ايه؟ ترسم فيه. يعني ما حدش ياخد مثلا ده في النص وده في النص، هيبقى كده ايه؟ خد ربع المساحه بس. انما انا لو خدت المحور الافقي فوق والمحور الراسي على الشمال يبقى انا عندي مساحه كبيره جدا ممكن ارسم فيه واكبر السكيل زي ما انا عايز. معايا يا جماعه كده؟ ده كده بالنسبه للمساله اللي على البولر كيرف، وده المساله الوحيده اللي هتلاقيها عندك في الشيت، يعني ده مش موجوده في الشيت تقريبا يعني. هتخلي بالك ان انا مدي لك الرسم من انهي زاويه؟ من الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ عشان لما تيجي تحسب
الكاندل باور اللي جاي من كل سورس تعرف تحسبه بكام بالظبط. في اي مشكله يا جماعه في الجزء بتاع النهارده؟ يا باشمهندسين تمام. في اي مشكله في الجزء ده؟ نعم. معلش سامعني؟ انا سامعك. تمام. معلش يا دكتور، هو احنا اللي هو سيتا واحد وسيتا اثنين دول لما باجي اجيبهم بشوفهم مع، لكن لما بجيب اي واحد واي اثنين بشوفهم مع ال مع ال مظبوط كده ولا غلط؟ تمام. لما باجي بجيب اي واحد واي اثنين بجيبها مع الاوزيما. لما بجيب سيتا واحد اثنين بجيبهم مع مين؟ مع الفيرتيكال اللي هو القانون كوزاين سيتا واحد وكوزاين سيتا اثنين، دول ثابتين ماليش دعوه بيهم. اللي هو مع الايه؟ مع الراس. انما الاي واحد والاي اثنين بجيب الشعاع ده وعامل ايه زاويه كده بايه مع مين؟ مع الهوريزونتال اللي هو في المساله مدينا الكاندل باور الزاويه مع مين يا هندسه؟ مع الهوريزونتال. يعني قيمة الكاندل باور بتتغير على حسب الجدول اللي مديهولك ده، مديلك عند كل زاوية مع الهورزنتال قد إيه، كاندل باور بكام، فقيمة الأي بتتغير حسب الزاوية مع الهورزنتال بكام. عشان حضرتك قلت في الجدول اللي هي ويزر يا دكتور. تمام كنت حضرتك. ماشي بس كده؟ معايا شباب؟ تمام يا دكتور. حضرتك في اي تساؤل في الجزئيه ده؟ شباب طيب احنا كده يا باشمهندسين خلصنا المحاضره الثالثه.